النادي الأهلي معروف يعني قوته بالأهلي برجاله، معروف الأهلي فوق الجميع ورجالتنا تقدر تعمل الانتصار هنا في تونس، وإن شاء الله ربنا يكرمنا ويكرم اللعيبة بكرة يوم الجمعة. سوري، إن شاء الله ربنا يكرمنا وإن شاء الله هنكسب. أنا نتابع في النادي الأهلي، أنا علاش عجبني النادي الأهلي، كنت نجم نشجع على الجملة، عجبني النادي الأهلي على خاطر فما ساعة مبادئ والقيم هذيك نحكي فيها حاجة ما فماش معناها في إفريقيا أكثر من النادي الأهلي، وعنده أبطال يحبوه، يعني رمضان صبحي وتحس فما جرينتا، فما روح يلعبوا بروح في الملعب، يعني غير أنهم أبطال يحبوا النادي ويقدموا للنادي، يعني الحاجة هذه ياسر تعجبني. هو متعصب أهلاوي خلاني نحب الأهلي، كل يوم نتفرجوا في الأستاذ عادل القيعي نسلم عليه، نحبه برشا عادل القيعي والمنيسي معاه، ونحب كابتن سيد عبد الحفيظ حفيظ، يعني برشا تعمقت ياسر في النادي الأهلي. أنا في تونس نحب النادي الإفريقي، أما كي وليت أهلاوية وليت نحب أكثر وتعمقت أكثر في الكرة، وليت نحب هكا الأهلي برشا معاه. السلام، أهلا بكم في تونس. أنا مشجعين النجم، جيت اليوم حضرت تدريب الأهلي، إن شاء الله نتوقع مباراة تكون في المستوى، بعي نكون أخوات قبل وبعد الماتش، نتوقع نكون يولي فما ماتشوات تنجم تتفرج فيهم بالحق، تتمتع أنك تتفرج، نجم نهز صغاري أخواتي والكل يتفرج معايا في الماتش وأنا مرتاحة، ونعملوا ماتش حلو ونشجعوا الكلنا الفريق اللي نحبوا عليه. أما يوفى الماتش ويوفى الخلاف أو الحاجة الكل أول ما يوفى الماتش. أنا هشجع مع أصحابي الأهلي، مش عشان هما جايين بلدنا وعايزين نكون كلنا أخوات، ومش هنشجع الأهلي وهحضر معهم الماتش، وإن شاء الله نشوفوا مستوي كروي باهي، ومش مهم شكون يربح، المهم تعدى ماتش باهي ومستواه جيد. طبعا هي المباراه مش سهله، لان النجم الساحلي هنا في تونس برضه له اسمه يعني، بس هو يعني الحمد لله على التمارين اللي احنا شفناها للفرقه ما بين امبارح والنهارده، الحمد لله يعني في تفاؤل على كل اللعيبه وعلى كل الحمد لله البعثه اللي موجوده، وبما ان انا موجود هنا في تونس وعمال اتابع النجم الساحلي، بحول الله وباذن الرحمن هنكسبه ان شاء الله يوم الجمعه، على خاطر يعني هم يعني الاستقرار عندهم في الفتره الاخيره ديت، مش عندهم استقاله لرئيس النادي، وعندهم المكتب الاداري بتاعهم والاداريين يعني مش مستقرين، فبحول الله وباذن الرحمن الماتش هيكون بتاعنا، وبس احنا بس شويه تركيز كده. وعلى فكره حبيت اقول لك على حاجه، هم لو سمحوا هنا في تونس لجمهور الترجي ان هو يدخل هيملى نص الاستاد بتاع الرادس، بس للاسف لان جمهور الترجي هنا في تونس كله بيحب الاهلي وكلهم بيدعوا للاهلي في المباراه اللي بتاعت يوم الجمعه ان شاء الله، وباذن الرحمن هنكسب النجم الساحلي. وهي في الاول وفي الاخر هي مباراه كوره، ونقعد دايما اخوات ما بيننا وما بين النجم، وبحب يعني بشكر اداره النجم الساحلي على تكريمهم لاعبنا الدولي رمضان صبحي، وبنقول لهم الف شكر، وان شاء الله نعدي مباراه كويسه، واللي يلعب احسن في الاخر برضه هو اللي يكسب.